أولئك رفيقة ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يا رب ارحم وارحم أمة سيدنا محمد وارحم من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله يصبركم صبر الصالحين الراضين بقضاء الله، له ما أعطى وله ما أخذ، كل شيء عنده بأجر مسمى. هذا مصيرنا جميعا. والحضور الكريم الله يحسب الخطوات، الله يجعل القدم بالحسنات، والدينا ووالديكم الله يرحمهم، والله يجزي عليهم الرحمه، الله ينفعنا وينفعكم بالاجر والثواب، الله يختم علينا وعليكم بلا اله الا الله محمد رسول الله. اخوان طلبه اقراوا هذه البركه لله اللي تعاون مع امراه في سبيل الله. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله السهر ديالي انا زوج الاخ ديالو، شنو نقول لك بانها الشمعه كانت ضاوية وسط العائلة ديالنا وانطفأت اليوم. اليوم تحرقنا كاملين. أنا ما كنتش كاع هنا في الدار البيضاء وجاتني الأخبار. ما عرفت نعيط للمدام ديالي نقول لها راه خوك مات، ما عرفتش اش غنقول ليها. قلت لها تبتي راسك غنقول لك واحد الخبر خايب. اش كتقول؟ قلت لها تبتي راسك وكوني مرا. لأن هذا اللي ضاع اليوم أنا كنعرفو اش كيسوى عندها. ما نقدرش نكمل ليكم. ضاع الدار البيضاء، ماشي ضاع الناس ديال الدار البيضاء، ضاع عليهم هاد السيد. هاد السيد ضاع لكل شيء. وانا كنقول لكم هاد الكلام وكنعرف اش نقول بلا ما نقول لكم الصفه ديالي، لانه الشيال ديال الناس غيشوفوني وغيعرفوني. اخويا هو كان خدام العمل ديالو، عيطونا الساعه 8 صباحا قلنا راه ودي راه السيد اخ ديالكم راه توفى. واش فقدنا واحد الاخ اب في كل شيء الصراحه، خونا وجمعنا والله يرحمه بهذا النهار صافي. دير كريم انا نقول لكم هو خدم البارح في الحمله الامنيه. اي خدم، كان خدام حتى الصباح شادي كتب الله كيتصرف. عنده شي وليدات؟ عنده جوج وليدات. انسان عادي، انسان عادي، رجل امن معقول، ما فيش ولكن انسان معقول ما فيش. عندو هادي ديكت الناس كي مزيان اللي كيوقف معاهم ناس دراوش كلشي هذا، ولكن اللي نقول لكم الله يرحمه بهذا النهار الله يرحمه. خويا مفاجأة هادي، مفاجأة لينا وجميع العائلة ديالو، مفاجأة خويا. أنا راه مصدوم لحد الآن أخويا، مصدوم لحد الآن، مصدوم. صيان سعيد خويا ماشي صاحبي، خويا خويا أكثر من خويا ماشي صاحبي. هادشي راه مفاجأة خويا. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. جاي الخدمة خويا خدام، قالوا لي ندخل الخدمة، حس بكريز بحال هكذا، وصلوا السبيطار المستعجلات مات. هذا هو الخبر اللي في خباري دابا صافي. انا ما في خباري والو ما غير هادشي. السيد الله يعمر لي الدار بخير، كلشي كيجبدوه بالخير، كلشي. ما نعاودش ديك اخويا، داك السيد راه انسان عظيم عظيم، داك السيد اخويا لا اله الا الله محمد رسول الله. وتقول وتقول خويا صحيح صحيح، خويا بخير، ما عنده حتى حاجه، حتى شي حاجه ما كتضرو، بخير وعلى خير. كيتمنى يسالي عير لانتريت ديالو، قال لي قريبا موسى نشد لانتريت. وانت امر لله، انا لله وانا اليه راجعون اخويا. كاين صدمه اخويا على غفله، الانسان يموت راه ماشي غير البارح، كان الصباح صباح ميت، راه صعيبه شويه. وقدام الله سبحانه وتعالى، ربي سبحانه وتعالى هو اللي قادر بينا اخويا. ونسيبي جانا الخبر الصباح بان الوفاه ديال سعيد صايان. فيقاتني الوالده قالت لي راه عمك سعيد راه مات. بقى فينا بزاف الله يرحمه ويتبشوا عند السؤال ويرحم جميع المسلمين، بان هذا السيد راه كان طيب وخلوق والحمد لله. راه الناس راه كتشهد كامله بان هذا السيد راه الله يعمرها دار، والله يرحمه ويرحم جميع المسلمين يا ربي. احنا عمرنا ما مشنا منه، عمر شفت العين ناقصه مشنا منه. هذا هو اللي كاين، وعز علينا بزاف صغير وكبير الله يرحمه فهاد النهار. تعامل معنا بحال ولادو، ما نكتبوش على الله، ما كندوش هذيك الفرزيات ما بين هذا ولا هذا. عنده كلشي ستريس، كلشي بحال بحال عزازين عليه ولاد الجيران كاملين، كيخاف من اليتامى كاملين. الله يرحمه فهاد النهار هذا، الله يرحمه. تا جار عندهم السيد اللي ضاع علينا الله يرحمه ويوسع عليه ويرحم كافه اجمع امه محمد كافه اجمعين. واش نعزي من هذا المنبر العائله ديالو وجميع ولاد الدرب ديالو، الله يجعل ربي يرحمه تغمضه في رحمه الله، وجميع المسلمين كافه اجمعين. وهذا السيد اللي ضاع بحال ذاك السيد
الصحفي اللي ضاع علينا حتى هو الله يرحمه في هذا النهار صالح الغماري راه ميتلو حتى هو راه الناس اللي مزيانين راه تيحبهم الله وتي المهم راه الله اللي قادر بينا وقادر بعباده والله يرحمه ويرحم امتي محمد كافة اجمعين وتنعزي جميع الاخوان ديالو واصحابه واصدقاء ديالو والله يرحم هاد الناس ويوسع عليهم كافة اجمعين والدينا ووالديكم الله يرحمه ويوسع عليهم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.